كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك عنزة لها 7 صغار تعيش في الغابة. وعندما أرادت الخروج من المنزل نبهت الصغار وقالت لهم: احذروا الذئب يا أطفالي ولا تسمحوا له بالدخول إليكم، فهو قادر أن يجعلكم وجبة شهية ويتلذذ بطعمكم. وحينما غادرت الأم اقترب شخص من المنزل وأخذ يطرق الباب مناديا: افتحوا الباب أيها الأطفال. لكن الصغار عرفوا من صوته المخيف أنه الذئب. نحن نعلم أنك الذئب، فأمنا لديها صوت عذب لطيف، اذهب من هنا، أنت الذئب الشرير. قالوا ذلك باكين وخائفين. غضب الذئب جدا وانطلق إلى مزرعة مجاورة يأكل البيض ليجعل صوته ألطف نبرة، ثم هم عائدا إلى منزل العنزة. افتحوا حالا يا أطفالي، أنا أمكم، قال الذئب. في تلك اللحظة لمح الأطفال أحد أقدامه من خلال النافذة، فقالوا له: قدم أمنا ليست سوداء مثل قدمك، هذا يعني أنك الذئب، فاغرب عن هذا المكان، نحن لن نسمح لك بالدخول. على أثر ذلك أصبح الذئب أكثر غضبا وتوجه إلى مطحنة الدقيق ليضع قليلا من الطحين على أقدامه فيجعلها بيضاء كبياض الثلج. وعاد الذئب إلى منزل العنزة. افتحوا حالا يا أبنائي، أنا أمكم، قال الذئب. لقد كان الصغار يشكون بالأمر وقد قالوا للذئب: أرنا قدمك فنعرف بذلك أنك أمنا. فمد الذئب قدمه التي كانت مغطاة بالطحين بشكل كامل، ورؤية القدم البيضاء جعلت الصغار يصدقون أنها قدم أمهم، ولذلك فتحوا الباب. وعندما رأى الأولاد الصغار الذئب ارتعبوا وخافوا، فحاولوا الهرب بعيدا والاختباء، لكن الذئب أمسك بهم وابتلعهم واحدا تلو الآخر، ثم استلقى فوق العشب في مرع قريب وغرق في نوم عميق. وعندما عادت العنزة إلى المنزل لم تتمكن من العثور على أطفالها في أي مكان، لذلك كانت خائفة جدا. يا لمصيبتي، الذئب كان هنا وقد ابتلع أطفالي الصغار، فكرت العنزة. فجأة سمعت العنزة صوتا مخيفا يأتي من ضعيفا يأتي من وعاء خشبي مقلوب رأسا على عقب. أمي العزيزة، أنا هنا، بكت الطفلة الصغيرة التي تمكنت من الهرب. الصغيرة شرحت لأمها ما حدث وأن الذئب ابتلع جميع أخواتها الصغار. فخرجت العنزة لتبحث عن الذئب فوجدته سريعا نائما على العشب. وبوساطة المقص فتحت الأم معدته فخرج صغارها جميعا سالمين يتهامسون. ثم ملأت العنزة الأم معدة الذئب حجارة وخاطتها مجددا. وعندما استيقظ الذئب كان عطشا جدا فقصد النهر ليشرب، لكن وزن الحجارة الهائل أفقده توازنه فسقط في النهر ومات. ومنذ ذلك اليوم أصبحت العنزة وصغارها يعيشون في سلام وأمان. توت توت، خلصت الحتوتة.